على الكواليس قبل المباراة، قبل ما يروحوا ملعب المباراة، ونرجع نتواصل مع حضراتكم مرة أخرى. اتفضل يا فاروق. كل الشكر لكابتننا الكبير الكابتن أيمن شوقي، برحب بيك يا كابتن أيمن وبرحب بكل المشاهدين ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. جولة جديدة من جولات الدوري المصري يأخذها الأهلي اليوم في تمام الساعة 7 على استاد القاهرة الدولي ضمن فعاليات الجولة 21 أمام فريق الجونة. واحدة من المباريات اللي صعبة جدا في يعني في جدول الدوري ضمن يعني الظروف أو يعني ظروف الأجواء اللي النادي الاهلي وتلاحم المباريات، عندك ضغط المباريات عقب مباراه الاسماعيلي لا اكثر الراحه مع مستر مارسيل كولر والعادل. النادي الاهلي يستهدف طبعا يا كابتن ايمن طبعا بعد الانتصار على الاسماعيلي باستاد الجيش ببرج العرب بهدفين مقابل هدف، مستر كولر واللاعبين يستهدف الفريق تدريباته على مدار اليومين الماضيين. بالامس اختتم الفريق تدريباته على ملعب مختار التيتش قبل انطلاق المران. مستر كولر عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين، قبل المحاضره بالتحديد مستر كولر يعني في جلسته مع اللاعبين وضح للاعبين بعض النقاط المهمه جدا، مفيش اي حديث تماما عن مباراتي الترجي التونسي، لا يعني مش مدي فرصه، لا يمكن التطرق لاي حاجه عن مواجهه الترجي التونسي وتحضيرات الترجي التونسي. الامر اللي بيتم في هذا الامر هو امر خاص بالشق الاداري، تجهيزات السفر للجوله الاولى، الجانب الاداري والشق الاداري طبعا اللي بيقوده الكابتن خالد بيبو، وايضا ياسين بكاري اللي جاهز بعض الامور الخاصه بتحليل الاداء الخاصه بفريق الترجي التونسي. ده بالنسبه للامور الخاصه ب يعني من اللي بيطلبها مستر مارسيل كولر. اي امر خاص بالمراحل الفنيه مستر كولر مركز تماما في هذه المرحله وبيطلب من اللاعبين التركيز في هذه المرحله. مباراه الجونه مباراه صعبه جدا، عندنا مباراه الجونه ثم مباراه الاتحاد ثم مباراه بلديه المحله، مرحله صعبه جدا وما عندكش رفاهيه انك تفقد اي نقطه من النقاط في هذه المرحله. طبعا مستر كولر بمحاضره الفيديو عرض للاعبين بعض الاخطاء اللي الفريق وقع فيها في مباراه الاسماعيلي، وايضا عرض بعض يعني النقاط المطلوب تنفيذها او الجمل المطلوب تنفيذها في مواجهه الجونه وبعض نقاط القوه والضعف في فريق الجونه. الفريق اللي عامل موسم محترم مع الكابتن علاء عبد العال، موسم مميز لفريق الجونه خاصه هو في المركز الثاني في جدول الترتيب. عقب المحاضره انطلق المران، ارتكز على بعض الجوانب البدنيه بتبقى في الحدود، انت عارف طبعا يا كابتن ايمن في ظل طبعا ضغط المباريات اللي احنا موجودين فيه بتبقى الجوانب البدنيه في يعني بيوضع ليها حمل طبعا مع تيتسيان اندويا طبعا ثم الجانب الفني والجانب الخططي من مستر مارسيل كولر مع اللاعبين. عاقب المران اعلن مستر كولر عن قائمه بتضم 21 لاعب للدخول في هذه المواجهه. اللاعبين التركيز اللي شايفينه ولامسينه من كل لاعب النادي الاهلي على هذه المرحله خلاص يعني مرحله مهمه جدا، مرحله النادي الاهلي يعني تركيز كل اللاعبين في هذه المرحله يعني شايفين فين كهربا وامام عاشور طبعا يا كابتن ايمن زي ما حضرتك شايف معانا في ثنائيات دايما زي ما احنا متعودين عليها في لعيبه النادي الاهلي، تلاقي ثنائيه امام عاشور مع كهربا، السوليه مع علي معلول، اعتقد في يعني ثنائيات في لعيبه النادي الاهلي، اعتقد الروح دي طبعا بتبقى حبنا وعارفين قيمتها طبعا في النادي الاهلي وفي اوضه اللبس في النادي الاهلي. التركيز مهم جدا في هذه المرحله، اللاعبين طبعا في احاديثهم الجانبيه خلاص كله بينصب على هذه المواجهه. طبعا من المقرر ان يقود هذه المباراه تحكيميا الكابتن محمود بسيوني بيعاون وائل شعبان واحمد رشدي والحكم الرابع ابراهيم محمد، اثنين على تقنيه الفار محمود ناجي ومحمود ابو رجال. عايز اطمنك ايضا على بعض الامور الخاصه بالمصابين يا كابتن ايمن، يعني من فتره طويله بنقول الحمد لله ما عندناش غير احمد عبد القادر، وزي ما قال لنا الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي باذن الله يعني تقدر تقول يعني احمد عبد القادر اسبوعين ان شاء الله يكون موجود مع الفريق، وباذن الله يعني يكون موجود مع الفريق ان شاء الله في المباراه الذهاب ان شاء الله لمواجهه الترجي التونسي. طبعا الكابتن محمد الشناوي يعني كان موجود في المران بيأدي المران بالامس وموجود في المران اليوم للمجموعه المستبعدين من هذه المباراه، يعني تقدر تقول الحمد لله النادي الاهلي بدون اصابات. النهارده كان في تدريب للعيبه المجموعه المستبعدين من هذه المباراه. طبعا النهارده يعني هنشوف محمود متولي في مركز قلب الدفاع بجوار طبعا محمد عبد المنعم نظرا لغياب رامي ربيعه للايقاف وايضا ياسر ابراهيم لعدم اكتمال الجاهزيه الفنيه. عايز اقول اكد على نقطه مهمه جدا وانت دايما يا كابتن ايمن بتقولها وبتاكدها من خلال قناه النادي الاهلي، مستر كولر في كلامه مع اللاعبين احنا مقبلين على مرحله مهمه جدا، مرحله صعبه جدا هي مرحله حسم بطوله افريقيا وايضا تلاحم المباريات في الدوري. مستر كولر اكد على الكلمه اللي دايما بنقولها من خلال قناه النادي الاهلي، مفيش فرق عندي ما بين لعيب اساسي ومفيش فرق ما بين لعيب احتياطي. بعض الاخبار او الجماهير تتطرق لهذه الامور تقول مين اساسي ومين احتياطي، مستر كولر رافض هذا الامر تماما. ويمكن من خلالك يا كابتن ايمن يعني انا هقول الامر ممكن كتير من الناس ما يعرفوش،
ان مستر كولر التمرينه الاخيره اللي بتبقى قبل المباراه ما بيبقاش اي لاعب عارف مين اللي هيلعب او مين 11 لاعب اللي هيلعبوا اللي هيبدا بيهم تشكيل المباراه، بيتم معرفه ال11 لاعب اللي هياخدوا المباراه من المحاضره اللي مستر كولر بيعقدها قبل التوجه الى ملعب المباراه، وبالتالي اي لاعب داخل القائمه ال21 لاعب الموجودين في القائمه بيبقى يعني اللاعب محطوط ان هو من الممكن يبدا اللقاء، ودي من الامور المهمه جدا، وبالتالي ما فيش فرق ما بين لعيب اساسي ولعيب احتياطي، مقبلين على مرحله صعبه جدا مرحله افريقيا وان شاء الله التتويج بالبطوله الافريقيه. مستر كولر اكد على هذا الامر، اكد على اللاعبين ان شاء الله ان اللعيبه تكون في كامل تركيزها في هذه المرحله، وباذن الله النهارده يا كابتن ايمن يعني ان شاء الله ثلاث نقاط يضافوا لرصيد النادي الاهلي وتبقى تتجاوز هذه المرحله وتستعد لمباراه الاتحاد السكندري. طبعا انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل، ومن جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شاوي. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح.